مرحبا بكم في هذه الفقرة. سوف نبدأ بجدار نوني لغاستي الأنية. أولا سوف أبدأ بتعريف بسيط. هذا التعريف بسيط، كيقول لك التعريف بسيط سانسولي، كيقول لك الجدر من الرشبة إن هو فقط قصور الدالة العكسية للدالة إكس أس إن على R بلس، على R بلس، وقصور الدالة العكسية لدالة إكس أس إن على R بلس، متفقين؟ ويرمز له ب راسين من الرشبة إن إكس. هذا هو الرمز السعر. حنا اللي كنا ما كملناش التعريف، هذا هو الرمز السعر، متفقين؟ سنتو نقول لكم دابا واحد الملحوظة اللي كملنا حنا، ماشي هو التعريف كملنا حنا، هو التمارين التطبيقية والتعريف كملنا، ولكن التعريف اللي كملنا هو الرمز السعر، ها هو الرمز السعر، متفقين؟ دابا نعطيو واحد الخاصية. جدار من الرشبة إن تاع إكس أس إن راه كتساوي القيمة المطلقة تاع إكس، ديما هادي، عقلو عليها. عطاك جدار من الرشبة إن تاع إكس على جدار من الرشبة إن تاع إكغيك، هي جدار كبير تاع من الرشبة إن تاع إكس على إكغيك، بحال القواعد اللي لقيتها في كاطريين ديال جدار المربع. جدار مربع من الرشبة إن تاع إكس في جدار من الرشبة إن تاع إكغيك هو جدار من الرشبة إن كبير تاع إكس إكغيك. احنا سالنا الخاصين، متفقين لحد ما فهمت، متفقين. واحد الخاصية اخرى، جدا من الرشبة ان تاع اكس هي اكس اس واحد على ان، هاد واحد راه هو اللي كيكون في اس واحد على ان. دابا هادو خاصيات خاصكم نتوما تكونوا ضابطينهم، هاد الخاصيات هادو. المهم دابا غندوز واحد التمارين التطبيقية نطبقو فيهم هاد الخاصيات هادو، وتبعو معايا مزيان. وغندوزو للنهاية التامة، تبعو معايا مزيان. دابا باش نسولفو عليك بالتمارين التطبيقية، واحد الملحوظة أخرى في دابا قلتها ليكم عقلو عليها. شوفو جدر، عفوا واحد الملحوظة أخرى، جدر من الرشبة ثلاثة تاع إكس يساوي إكس أس واحد على ثلاثة، ويقرأ جدار مكعب. كي تقرا هذا جدار مكعب، وجدار مربع تاع اكس راه كيساوي اكس اس واحد على جوج. هادشي ديالك شكون هنا، حنا ما كنبغيوش نكتبوه. المهم على اي حال نتمنى تكونوا القواعد ولا تكونوا حفظتوهم، شكون نتوما تكونوا حافظين. المهم دابا القواعد هما اللي غنطبقوهم دابا. دابا ندوزو واحد التمرين التطبيق. اش كان في التمرين التطبيق؟ ركزوا معايا مزيان. قالك عطاك تطبيق، قالك أ و ب عددين حقيقيين موجبان، قالك أ و ب عددين حقيقيين موجبان، أ و بي سون دو نومبر غيال إي بوزيتيف، عددين حقيقيين إي موجبان. عندك قاعدة جدار أ، نعطي واحد التطبيق. عطاك جدار أ أس أج أس ثلاثة، جدار رسمة ثلاثة تاع أس خمسة، جدار من رشبة ثلاثة تاع أس سبعة، شغتساوي هادي التوقعات خاصية. غتشرك جدار كبير من رشبة ثلاثة تاع أس خمسة أس سبعة، شحال كتساوي جدار من رشبة ثلاثة كبير أس سبعة زائد خمسة، لقيوا سبعة زائد خمسة، لقيوا أس إن أس إم، هاي كتبها ليكم هنا، أس إن هي أ أس إن زائد إم. هذه قاعدة فقهية وقاعدة في كاطري مان التاسع إعداد، تمنى تكونوا حافظينها. هاد القاعدة اللي غنطبقو هنا، أ أس سبعة زائد خمسة زائد سبعة شحال؟ هي 12، متفقين؟ دابا 12، دابا 12 نقدر نجبدو من 3 ولا لا؟ شحال؟ جدار من رتبة 3
شحال وس ايش وس 12 شحال 12 هي 3 في 4 يعني ها هي 4 في 3 4 في 3 12 هي 4 في 3 هاي هاي 4 في 3 هاي 4 جد مربع شبه 3 تا 4 في 3 جد مربع شبه 3 غيطلع معاك اس 3 اش اس 3 وكيحيد جد مربع شبه 3 هاو اس 3 غيعطي 4 جد مكعب اش غتبقى غتبقى في النهاية أ أس 4 ولا تقدر دير القواعد تعطيوها هي أ أس 5 المهم هاد الخاصية باقي موصلناش ليها دابا المهم نكتبها ليكم أنا دابا نكتبها ليكم أننا وصلنا لها شوف هادي قاعدة جدر شوف قاعدة هاي غنكتبها ليكم جدر إن تا إكس أس بي هي إكس أس بي على إن هادي قاعدة كنا حافظينها طبقوها هنا هادي شحال هي أ أس 5 على 3 هاد الرشبة ديما كيولي في المقام أ أس 7 على 3 اش كيساوي هذا هي أ أس 5 على 3 زائد 7 على 3 كيساوي هي أ أس 12 على 3 يعني هي أ أس 4 ها الطريقة التالية جبنا لحد دابا تكونوا فاهمين معايا في الطريقات هادو كنكتب لكم قواعد شوفوا أس أس كيكون في الرشبة كينزل في المقام كيولي في المقام وهاد أس كيبقى أس بي متفقين هاد اللي كاين في الرتبة كينزل في المقام كيولي إكس أس بي على إن على إن متفقين دابا ندوز التمرين ندوز واحد التطبيق أو شي واحد آخر عطاك في هاد التطبيق عطاك جدر مربع جدر مربع جدر مربع أ أش غدير فيه يلا سانتوين مزيان تنطوي مزيان في هادي غنطبقو واحد خاصية نكتب ليكم سي دابا كتبتها ليكم تنطوي مزيان هاي الخاصية اللي غنطبقو شوف جدر انا عارف الخاصية ولكن مش باغي نتأكد منه شوف جدر من الرشبة ان جدر من الرشبة ام سميوها هادي ام 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 تاع ا هي جدر من الرشبة ان سمحولي حقا زعما غيكفيني اتساع راه كتبها ليكم نكتبها لكم هنا نحاول نكتب لكم هاد الخاصية نحاول نكتبها لكم هنا عطيتكم جدا من الرتبة ان جدا من الرتبة ان تاع ا كتساوي جدا من الرتبة ان ان ام تاع ا نتمناو لحد دابا يكون هادشي واضح هادشي يكون واضح نتمناو لحد دابا هادشي يكون واضح عطيتك عاوتاني كاينه قاعده اخرى جدا من الرتبه ان تاع ا هي جدا من الرتبه ان بي تاع شوفوا بحال دابا ا بغينا نرفع اس بي خاصنا ندخلو الجدر عاوتاني شتولي جدا من الرتبه ان بي تاع ا اس بي بحال دابا اللي بغيت ترفع اس 2 خاصك ندخل اس 2 اللي تدخلونا تدخلوني متفقين دابا هادي شحال تعطينا تعطينا هي جدر مربع كبير هناش كاين من الرتبة اثنان هنا من الرتبة اثنان هنا من الرتبة اثنان عندك هاد القاعدة هي ام في ان يعني اثنان هاد اثنان التحتانية هاد اثنان هاي جدر من الرتبة ربعة تاع متافقين هنا كاينة جوج عاوتاني اجي نضربو جوج في هاد ربعة شو درنا درنا ان في ان ان في ان قاعد طبقنا قاعد شوف ها القاعد شوف ها القاعد هاي ها القاعد ان ان في ان شوفوا تصنتوا لي اش كديروا شوفوا هاد القاعدة كطبقوا على هاد ان ام ان ام هادي بغيت ارفع هاد ا بغيت ارفع اس بغيت ارفع الاس حنا ما كاينش تفكير نرفعو الاس كنرفعو اس كندخلو جدا مربع يعني غترفع اس بي وغدير نبع عاوتاني كي اللي يقول منين جاتنا شوف عندك جدا من الرتبة ان تاع ا بغيت ارفع اس بي غتولي جدا من الرتبة بي ا اس بي هي جدا من الرتبة ان بي ا اس بي طبقت هاد القاعدة الاول بغيت ارفع هاد ا بغيت ارفع اس بي يعني هاي جدر من الرتبة بي تاع ا اس بي هي جدر من الرتبة ان بي تاع ا اس بي شنو واحد دابا هادشي يكون واضح بصفة عامة حنا اش كندخلو بصفة عامة هاد بي هادي هاد بي هادي كتكون هنا هي هنا شوف ركزوا معايا مزيان هادو القواعد حاولوا تحفظوهم شوف
راكش دابا راه شبه ان جدا مرة شبه ان كتشد هادي في هادي هاي قاعدة كتشد ان في ام هاي ان في ام عطاك جدا مرة شبه ان تاكك رفع لي اس بي ملي ترفع اس بي خاص بي ترفع خاص بي اللي دخل لنا تدخل في الرشبة في الرشبة خاص بي اللي تدخل لنا خاص ا بي اللي ترفع في الاس تدخلو في الرشبة ضروري 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 ما يحيدش الطويب هادي خاص لي خاص يدخل بينا خاص تحطها هنا ترفع لنا اس بي تانا ترفع اس بي عقل علاش انا شريكم علاش لحقاش دابا لحقاش دابا حناش كات عندنا ا بغينا ا بغينا ندخلو لنا الاس بي اش قلت لكم اش قلت لكم الا بغيتو تدخلوا اس بي خاصكم تدخلوا جوج ديال مربع بي بحال بحال ا جاي لكم بحال ا بغيتو تدخل لا اس 2 في كاطريان سي كيف كيفاش كتدخل جدر ا وكاري خاص تدخل جدر المربع ماشي يمكن ماشي تدخل اوكاري كذلك هنا كذلك هنا كذلك هنا ما خاصك تجي ما خاصك تجي وتشد وتدخل ما خاصك تجي وتدخل الاس بي ما خاصك تجي وتدخل بي خاص تدخل جدا مره بي تاع بي تاع اس بي صوتوا لي كذلك هنا ما شانش تو ندخلو ما شانش تو ندخلو اس بي خاص ندخلو جدا مره بي ا اس بي هادي هادي ولي عندك قاعده جدا مره بي ان تاع جدا مره بي هاي جدا مره بي ان تاع جدا مره بي جدا مره بي ان بي هاي ان بي تبدا واحد دابا القواعد يكونوا حق يكونوا واضحين يكونوا واضحين راه ساهلين فهمتوا لي في القاعده جدا مربع اش قلت لكم يعني كاين اثنان ها كاين اثنان ها هنا كاين اثنان هنا اثنان هنا اثنان هاد القاعده هادي كتشبه هاد القاعده هادي اجي طبقوا دابا كطبق على هاد على هاد على هاد المربع على هاد المربع هاد هو الاول ها هاد هو الاول اش غدير غدير اثنان اثنان يا هاي وجي دابا مربع اثنان غتحط صافي كي دابا هاد مربع اثنان غتحطها في الوسخ ما تحطش حتى هذا الفرد هذا الفرد غتحط تجي دابا مرات غتحط في الوسخ فهمتو دابا علاش تولي غتولي جدر من الرشبة ا تاع اثنان في ربعة اثنان في ربعة جدر في ربعة هي جدا من الرشبة ثمانية تاع ا ثمانية وحدة باش تكونوا واضحين في هادشي هادي هي ا أس واحد على ثمانية تبداو لحد دابا تشي يكون واضح متفقين ولا تقدر تطبق قواعد تقدر تطبق قواعد تاعك وتطبقهم فهمتوني مزيان دابا عندكم هاد عندكم جدر 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 ا هادي كاين اثنان حطها في الوسخ كي قلت لكم اثنان اثنان تحط في الوسخ اش غتولي فهمتو دابا هادي اش غتولي هي جدر من رتبة اثنان جدر من رتبة اثنان ا اس واحد على اثنان اس واحد هاي ا تاع ا هاي جدا مرة شبه اثنان ا اس واحد على اثنان على اثنان تبني واحد دابا تشي يكون واضح هادي تا هي كذلك شول جدا مربع اثنان ا اس اش هاد اثنان غتولي في المقام كتيكو ا اس اثنان اثنان اش قلت لكم شوفوا القاعدة هادي كيف الرتبة كيولي في المقام اذا هادشي هذا الرتبة اثنان غيولي في المقام دابا بحال دابا كانت عندك ا اس واحد على جوج ملي غيولي في المقام مع جوج تولي غتولي جوج جوج اللي هي جدا من رتبة اثنان ا اس واحد على ربعة شحال تولي هي ا اس اش اس واحد على ربعة في اثنان هاد الرتبة ديما كيولي في المقام ديما هي شحال غيعطينا هي ا اس واحد على ثمانية هاي النتيجة طالي في الاخر تمنى واحد دابا تيكون واضح حتى دابا تمنى واحد دابا تيكون واضح هادي ا اس واحد تمنى واحد دابا تيكون واضح هادي ربعة ربعة جوج ربعة جوج ديما هاد الرشبة كينزل تحت هادي جوج جوج دابا كتبان لي هادي ا اس واحد على اثنان اثنان كاين اللي ما تبانش لي هادي هادا موضح عليكم ا اثنان في اثنان تمنى واحد دابا تيكون واضح دابا دابا نقدر ندوزو واحد التمرين مثال اخر باش تعاونكم باش تعاون الفهم ندوز مثال اخر نمسح هاد الصبور باش ندوز مثال اخر عطاك جدا مرة رتبة ثلاثة تاع جدا مرة رتبة ثلاثة عطاك هكا عطاك هاد لي صنتو لي عطاك هاد العلمانية جدا من
من الرتبة ثلاثة جدا مربع. جاء أس خمسة بي، أس خمسة بي فاش جدا مربع جدا من الرتبة ثلاثة تاع أس إيش؟ تسنى أ بي أس خمسة، بي أس خمسة تا أش غدير هادي؟ شحال كتساوي؟ أنت دي كومان غطبق على القاعدة هي إن إن، هنا أش كاين؟ إتنان نحطها في الوسخ، إتنان في الوسخ هادي، ثلاثة تجوج شحال هي ستة، هي ستة أ أس خمسة بي فاش؟ إذا مرات بستة هادي إذا مرات بستة تاع أ بي أس خمسة شحال كتساوي؟ إذا مرات بستة أ أس خمسة في أ هي أ أس ستة بي أس ستة. دابا لا كاين لي مغيفهمنيش، شوف أش غيدير، غدير جدا مرات بستة غتركب غتولي أ أس خمسة بي أ بي أس خمسة هي جدا كبير مرات بستة تاع أ أس خمسة أوس خمسة في أ زائد بي أس خمسة في بي، ما كندير والو لحد دابا، قررت لا عندهم أ بوحدو لا عندهم بي بوحدو، جدا مرات بستة أوس خمسة زائد واحد هي ستة، هنا كاين أوس واحد بي أس واحد خمسة زائد هاد واحد أس لي هو ستة بي أس ستة، نتمنى لحد دابا تكون هادشي واضح. هادي شحال هادي؟ هي جدا مرات بستة أ بي الكل أس ستة، طبقتي القواعد تاع القوى. عندك قاعدة أ نذكروا القواعد تاع القوى، عندك أ أس إن بي أس إن هي أ بي الكل أس إن، هاي القاعدة تاع القوى هي أ بي الكل أس ستة، ستة غيمشي بعدا غتبقى أ بي، هاي القاعدة. حنا وصلنا للنتيجة النهائية متفقين، نتمناو لحد دابا هادشي يكون واضح متفقين. كاين اللي غيدير الطريقة، كاين اللي الأسنان غيفكهم غيوليو يردو القهوة، أنا نشرح ليكم غيخدمو بالقهوة، أنا نشرح كيف غتخدمو بالقهوة، أنا نشرح ليكم دابا، غنوريكم الطريقة التانية، نمسح هاد الصبور باش نوريكم الطريقة التانية، فهمتو؟ كاين اللي غيدير هادي، كاين اللي غيدير هادي، أش غتولي؟ غتبقى جدا مرات بثلاثة، أ أس خمسة، أ أس خمسة، بي الكل أس واحد على جوج، في جدا مربع، يعني جدا مربع أ بي أس خمسة الكل أس واحد على ثلاثة، جدا مربع هادي شحال؟ هي أ أس خمسة بي الكل أس واحد على جوج في ثلاثة، حقاش هادي ملي كيكون جدا مربع كينزل في المقام، قلت لكم هاو هادي هادي اللي كيكون في الرتبة كينزل في المقام، إذن ثلاثة ملي غينزل في المقام أش غيولي؟ غيتضرب في جوج، ولا نشرح لكم، ولا نشرح لكم، ولا غديرو طريقة أخرى. غيولي واحد على جوج واحد على ثلاثة في أ بي أس خمسة واحد على ثلاثة واحد على جوج، شنو تولي؟ أ أس خمسة بي الكل أس واحد على ستة فاش؟ أ بي أس خمسة الكل أس واحد على ستة، ما كندير والو لحد دابا، هادي شحال؟ غاتشارك القوة، عندك أ أس إن بي أس إن أ بي الكل أس إن. يعني أ بي أوس خمسة بي أ بي أوس خمسة الكل أوس واحد على ستة هي أ أوس ستة بي أوس ستة، بدك تحدد قول أ أوس خمسة في أ هي أ أوس ستة بي في بي أوس خمسة هي بي أوس ستة أوس واحد على ستة هي أ بي الكل أوس ستة في واحد على ستة، يعني هي أ بي. هاي قاعدة عندك أ أوس ستة في أ أوس ستة يعني أ أوس إن في أ أوس إن هي أ بي أوس ستة، هاي هي اللي طبقت، قالت هاد وحدة ستة يبقى ستة مشات مع ستة بقات أ بي أوس واحد اللي هي أ بي، نتمنى وحدة تكونوا فاهمين معايا في هاد القواعد، فاهمين معايا في هاد التطبيقات. دابا نزيدك واحد التمرين تطبيق آخر، مسح الصبور، شوف كيبان لكم مسح الصبور. دابا ندوزو واحد التمرين تطبيق واحد اخر، قالك بسط ما يلي، بسط ما يلي، طبق
طشك دابا عطيك طشك نايل عطيك ا كتساوي تبير ا تشك ا شوفو تبير ا جي دابا مرات باربعة تاع تسعود جي دابا مرات باربعة تاع تسعود فاش جي دابا مربع جي دابا مرات بثلاثة تاع ثلاثة جي دابا مرات بثلاثة تاع تسعود علاش على جدول الرجبة خمسة تاع واحد وثمانين تاع واحد وثمانين على جدول الرجبة خمسة فاش جدول المربع جدول المربع ادير جدول المربع لي مكتبهاش لي جدول المربع جدول المربع نشوفو العملية كاملة جدا مربع ثلاثة هي جدا مربع و ثاني ثلاثة يعني عطاك هنا ثلاثة جدا مربع صنتو لي هادي شحال عشرة طينة سعود شحال تسعود جدا مربع باربعة سعود و كاري تافقين سعود سمحوني ثلاثة و كاري فاش جدا مربع جدا مربع ثلاثة سعود ما درنا والو طبقنا جدار مرتبة أ هاي إن إن هي جدار كبير تاع الفيل يعني جدار كبير مرتبة ثلاثة تاع ثلاثة في تسعود مالك حدا بول ونخليو جدار مرتبة عندك هادي هاد تراكم في جدار واحد عرفت الوسط كاين الضرب متافقين يعني هاي جدار مرتبة إكس في جدار مرتبة إكغيك دابا طبقو دابا لي قاعد غتبقاش جدار مرتبة أربعة تاع ثلاثة أو سنان فاش هادي شحال جدار أو مرتبة هادي جدار مرتبة ثلاثة هادي شحال ثلاثة أو ثلاثة تسعود شحال تسعود أنا نشرح ليكم ثلاثة في تسعود ثلاثة في تسعود هي ثلاثة في ثلاثة أو كاري حقاش ثلاثة أو كاري تسعود جمعو الأس شتولي ثلاثة أس واحد زائد جوج هي ثلاثة هادي ثلاثة أس واحد طبق القاعدة هاي أ أس إن أ أس إن يعني هي ثلاثة أس واحد ثلاثة أس إن يعني ثلاثة أس ثلاثة فاهمين ما درنا والو تسعود أما تسعود هادي رديناها ثلاثة أو كاري ثلاثة أس واحد ثلاثة أو كاري ثلاثة أس ثلاثة هي اللي درنا دابا هاي لا دابا اش تبقى غتبقى كتساوي جدا مرة رتبة ثلاثة أربعة تاع ثلاثة أو كاري في جدا مربع هاد أس ثلاثة جدا مربع جدا جدا رتبة ثلاثة مع أس ثلاثة غيمشي غتبقى ثلاثة متافقين وتبو معايا دابا مزيان هاد الربعة شحال هاد الربعة هي جدا مربع تاع اثنان جدا مربع تاع اثنان تاع ثلاثة أس اثنان طبقنا هاد القاعدة ربعة هي جوج جوج ما انا ربعة هي جوج جوج طبق انا ربعة هي جوج بحال قلت لي دير هنا جدر جدر من الرتبة جوج جوج بلاصة ضربة غتولي بلاصة ضربة بحال كي قلتي بلاصة ضربة غتولي بحكا جدر مربع تاع جوج جوج تاع ثلاثة او كار جوج هي هي اللي فتحنا هي فاش جدر مربع ثلاثة المهم هادي قاعدة تمنى الحزم تكون واضحة ليكم بحال هاد جوج جوج هي لي رديت جدر جوج جدر من رتبة جوج تاع جدر مربع اش غيحيدنا وكاري غتبقى جدر من رتبة جوج تاع ثلاثة لي هي جدر مربع فاش جدر مربع ثلاثة لي هو تاع هاد هاو لي هي شحال لي هي جدر ثلاثة و ستنان لي هي ثلاثة هاي هادي راه ساهل بلا تحدى بولك فيها تمناو الحدا باش تكونوا واضحين فيها وسمحوا لي نسيت الخط كسر نسيتو الو الو سمحوا لي نسيتو الو دابا العملية الا درناها بهكا الا كان عاطيك هذه الا كان عاطيك هذه بوحدها الاولى كان عندك ساعة دابا انا نسيت الخط كسر نسيتو المهم انا غنديرو دابا المهم انا نزيدو دابا سمحوا لي انا نزيدو دابا انا نسيت الخط كسر طبيعة الحال كاينة عليها علاش هادي شحال هي جدا من رتبة خمسة تاع تسعود أو كاري درت حدا بوالو هادي شحال غتبقى جدا مربع جدا مربع جدا مربع ثلاثة نخليو حنا نخليوها بهكا متافقين هادي شحال شحال تولي هادي هي جدا مربع تاع جوج جوج ثلاثة أو كاري فاش جدر مربع
جدار مكعب تاع ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة أوكاري، تمنية وحدة، تكونوا فهمتوا علاش هادي شحال. جدار من الرتبة خمسة تطفطفك، هي ثلاثة أوكاري، الكل أوكاري، ما كدير والو، فككشة تعود فككشة. فاش جدار مربع، جدار مربع الثاني، جدار مربع الثالث تاع ثلاثة، ما دارتش هادا والو. عندك دابا ثلاثة أوكاري، الكل أوكاري. قاعدة هاي أ اكتب لكم هنا، أ اكتب أرشادي اكتب لكم هنا، هنا سي أ أس إن الكل، أس إن هاي أ أس إن تي إن تي إف كديكتر. ألو هاي ثلاثة أوكا أس إن إثنان هي أ تساوي خط كسري جدا من الرتبة خمسة تاع أ أس أس أربعة، سموي أ أس أربعة، درت لحد بول هادي غتبقى جدار مربع، جدار مربع، جدار مربع ثلاثة. هادي ندوزو على الفوقانية، هادي أس اثنان غيطير مع أس اثنان، لحقاش هاي بحال كي قلتي جدار في جدار. المهم هادي جدار، جدار اثنان تاع جدار مربع و تاني اثنان ثلاثة، هادي رديت على شكل هادي. و لا كتقول اثنان غتجمع اثنان غتبقى جدار مربع اثنان تاع ثلاثة. تابعين لحد دابا، تابعين أوكاري بقات، نسيت أوكاري. فاش جدار مربع، جدار مكعب تاع ثلاثة من رتبة ثلاثة تاع ثلاثة أس ثلاثة، ولا كتقرا جدار مكعب كي قلت لكم قبيل. دابا أ اللي وصلنا له، سمحوا لي مساحة القاعدة، مساحة القاعدة باش نكمل لكم هنا. مساحة أ، مساحة أ الأولى باش نكمل لكم، مساحة أ الأولى باش نكمل لكم. شوف ما كدير والو، تقدر تطبق القواعد، كتبقاو غادي شوية شوية، بصح الصبر باش تكمل لكم. بصح هاد أوش كملك أش تقولي، هاد أوكاري كيطير مع هاد أش تبقى، غتبقى خط كسري جدار مربع اثنان تاع ثلاثة، لي هي جدار مربع ثلاثة، أو ثلاثة كيطير مع ثلاثة، أش تبقى في جدار مربع ثلاثة، حقاش ثلاثة طار مع جدار مكعب، طار مع جدار مكعب، هادي ثلاثة أو سبعة، سمحولي، هادي ثلاثة، هادي جدار مربع رتبة خمسة تاع ثلاثة أس أربعة، هاي جدار مربع رتبة خمسة تاع ثلاثة أس أربعة. فاش عندك جدار مربع، جدار مربع، جدار مربع، هادي جدار مربع تاع ثلاثة، عندك جدار مربع، جدار مربع، جدار مربع، جوج شحال ربعة، جوج فكروا مزيان، ثمانية جوج ربعة جوج. شوف لا قبل ما عرفت ندير، ما نديرو بحال لا، نديرو بحال لا تا هاكا نورمالمون، نوريكم واحد الطريقة بسيطة. اش كدير؟ كضرب الجذور في بعضياتهم، هادي طريقة، هادي طريقة، كضرب الجذور في بعضياتهم، هادي في هادي، كضرب هادي في هادي، الجذور في بعضياتهم، هادي طريقة. شوف هنا جوج جوج جوج، هي شحال؟ هي تمنية. كدير جدر من الرتبة تمنية تاع 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 تلاتة، كضرب هادي في هادي، هادي في هادي، دابا هنا جوج، هنا جوج، هنا جوج، جوج ربعة، هادي جوج تمنية. كضرب جذور في بعضياتو، هنا شحال كاين؟ جوج، فهاد جوج شحال؟ تمنية. كاينة كاين عندك تلات جذور، هما تلاتة، جدار مربع آخر تلاتة، بحال كتقول هنا كاين جوج، وهنا كاين جوج، وهنا كاين جوج، جوج جوج أربعة، جوج تمنية، هاي جدار مربع تمنية. نتمنى لحد دابا تكونوا واضحين، فاهم معايا في هاد القضية، فاهم. نكملو شحال كتساوي؟ جدار من رتبة ثلاثة أس اثنان الثانية، اش كتلاحظو؟ اش كتلاحظو؟ هاد التمنية ما عندهاش، ما كتبش لا علاقة لها بالخمسة، صافي. الو شنو غنديرو؟ هاديك فينا لنا نردوها أس، ولا نشوفو العلاقة بين التمنية وخمسة، ولا عرفتو غادي نردوها أس حسن لينا. شنو تولي؟ ثلاثة أس أربعة على خمسة، هي القاعدة هاي. بي أس إن هاد الرتبة كيولي في المقام، الرتبة ولا في المقام. فاش ثلاثة أس واحد على تمنية، هاي مزيان من الرتبة إن تاع إكس أس واحد، هي إكس أس واحد على إن، بحال كتقول لنا كاينة ثلاثة أس واحد، متافقين حد دابا؟ متافقين. دابا نكمل، نكمل لكم الحساب تاع أوكاري كيمشي مع جدر، غتبقى ثلاثة هنا شحال؟ غتبقى ثلاثة
4 على 5 زائد 1 لا 8 القيوة. ثلاثة على ثلاثة، أربعة زائد واحد شحال؟ خمسة. ثمانية. دابا هادي وصلنا لهنا، سمحوا لي عافاكم، وصلنا لهنا. ملي وصلنا لهنا اش ولات؟ نعاود نكتب لكم هادي، ثلاثة وست أربعة على خمسة، ثلاثة أس واحد على ثمانية. هاد القوة غنجي معاها شي تولي، ثلاثة أس أس أربعة على خمسة زائد واحد على ثمانية، مكندير والو، فقط جمعنا الأس فيما بعضياتو، غتبقى عندنا ثلاثة على ثلاثة. دابا أنا الأس غنجمعوهم، ولكن خصك واحد المقام بيت. المهم الحساب، المهم الحساب راه ساهل، المهم الحساب راه ساهل توحيد المقام بيت، المهم نحسبها في كالكول باش بغيت غير نخرجها باش نوصل الأسئلة، باش نوصل التمارين التطبيقية الآخرين. خرجت لي 37 على 40، هاي ثلاثة، هاي ثلاثة وسبعة وثلاثون على أربعة، هادي أس تطلع فوق شتولي، ثلاثة هادي أس واحد، هادي بطبيعة الحال أس واحد، هاي أس واحد ناقص سبعة وثلاثون على أربعون، شحال كتساوي؟ ثلاثة خط كسر 40 مقام 41، 40 من واحد واحد، تحسبها في كالكل، واحد ناقص 37 على 40، كلشي كيرا في واحد المقام، غنعطيك 3 على 40، هاي 3 على 40، أنا دابا أش قلت لكم قبيلة؟ قلت لكم هاد 40 كيولي في جدار الرتبة، شحال تولي؟ جدار من الرتبة 40 تاع 3 أس 3، هاي العملية، صافي، هانت ساليت هاد العملية.